السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف تحليل للشمس في برنامج الريفت إصدار 2023. طيب، أول حاجة بعملها إن أنا بفعل السامباس بالشكل دوت، فيبدأ يظهر معايا. طب هفعل الظل بالشكل دوت. ممكن نكون محتاجين نفتح الشاشة أكتر عشان يبان معانا الظل. هو ظهر هو بس يعني خلينا نزيله بشكل افضل. جرافيكس ديسبلاي، هتلاقي عندك هنا شادو، فممكن تشوف بقى انت عايز تعدل على الشادو. ممكن نعدل اللايت، نزود الشمس شوية. تمام، اوكي. طيب، هو هنا بياخد دراسة للشمس. ممكن احنا بقى نيجي هنا واقول له sun setting، ولا اعدادي لايتنج دي بعيد عنها خالص، مش حقيقيه. تمام، فمالكش دعوه بيها، يعني ما فيهاش دراسه مظبوطه. استيل هنا لقطه واحده في ثانيه واحده، فبقول له المكان اللي انا هعمل فيه الدراسه بتاعتي، وليكن مثلا ايجيبت. وبتعمل سيرش، فبيبدا يجيب لك بقى الخرايط. انت بقى بتبدا تختار. انا نسيت ان في اكتر من ايجيبت، اكتر من كايرو. يعني لو في موجود اكتر من حاجه، يعني مثلا كايرو اهي جايب لي اختيارات، بس يمكن شاشه صغيره، خلينا نكبرها. اقول له انا عايز كايرو في ايجيبت. اوكي، خلاص خد المعلومه. اليوم، الشهر، السنه، الساعه كام، والليفل بتاعك كام. ممكن تقول له انا عايز بقى في الصيف، في الشتاء، في الخريف. طيب، ممكن اقول له انا عايز ادرس على مستوى يوم واحد، وتبدأ بقى تختار اني يوم. وكل واحدة من دول بيبدأ يظبط لك الاعدادات بتاعتها، وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هنا اكتر من يوم، خلينا نختار اكتر من يوم، وتقدر تعمل دراسة على يوم واحد وعادي، يعني مفيش مشكلة. التايم بتاعك مثلا اسبوع. ابلاي، اوكي، ده الظل. طيب، عايزين نبدأ نعمل زي تجربة. فاجي عند الشمس واقول له سولار ستادي، هنلاقي الشكل اختلف عن اللي احنا متعودين عليه. ممكن تقول له اعمل بلاي، فيبدأ يحرك لك المحاكاة بتاعت الشمس بشكل دوت. تقدر تتحكم بقى في السرعة بتاعتها، السان لايت، الحجم بتاعتها، الشادو. انا عاوز اسكيب، بس هو مصر يكمل. يعني ممكن تكبر او تصغر زي ما انت عايز. الشادو تقدر تتحكم فيها، ممكن تعمل بلاي ان لوب، يعني اول ما يخلص الحاجة يبدأ يجيبها من تاني، ولا تتحكم بقى فريم فريم زي ما انت عايز. طب انت عايزها اكتر من يوم ولا يوم واحد؟ تقدر تغير الستادي تايب، نوع الدراسة من هنا. البريسيت، وان داي سولار ستادي، سمر ستادي، وينتر، سبرينج، والفريمات اهو. خلينا نقول له بلاي، فيبدأ يعمل لك الدراسة. ممكن تقول له الكي فريم، تبدأ تشوف كي فريم كي فريم زي ما انت عايز. وبعد كده ممكن تسيف الشغل دوت، اكسبورت، وتقول له ان انت عايز تسيف السولار ستادي كل الفريمات او فريمات معينة. ممكن تختار بعضهم، بس كم فريم في الثانية. ممكن تخليها فريم في الثانية، بس هو المنطقي يعني 15 معقول. ممكن تخليها 6 7 وهكذا. هنا الابعاد، الفيجوال ستايل، ممكن تخليها حاجة عالية ريندر، ممكن تعمل زوم، ممكن تخليه يكتب لك التايم اند ديت فوق، بحيث انه الحاجة بتتحرك تعرف ده يوم ايه وهكذا.